هلا نحن الأرض عندنا حوالي شيء 600 دنوم، 90% من المساحة تقريبا بالمحصول القمح. طبعا في عندنا فول، في بازيلا، في توم، هدول محاصيل استثنائية. هلا أهم شيء إنه المي نظيفة، هاي كلها الحقول عندنا تروى بالري بالرزاز. أساسي القمح، أنا عندي 16 دلم مزروعين. بطاطا كنا نزرع بمساحات كبيرة، يا ألخ كني 5 دلمات لأنه الدبار غالي. قرى جبل الشيخ متميزة بالزراعة يعني وحديثة، يعني المزارعين كلهم عم بيهتموا بالزراعة الحديثة على الري بالتنقيط، الري بالرزاز. بتتميز بزراعة البطاطا، البازاليا، فول، قمح، يعني كتير كمان نزرع قمح. وفي أشجار فاكهة يعني نجاص، دراق، مشمش، في من كل أنواع الزراعة وأراضيها كتير خصبة. مساحة البلد 1087 هكتار، هدول مستثمرين قابل للاستثمار. 126 هكتار هدول قابلين للاستثمار. عندنا القمح الخطة الزراعية 3000، المزروع 3700 دلم. عندنا شعير سقي 130 دلم. عندنا 65 دلم شعير بعل. بطاطا 530 دلم. عندنا فول 600 دلم. عندنا بازاليا 563 دلم. عندنا توم 80 دلم مزروع. طبعا البطاطا الخطة تبعنا 1010 دلمات، ولكن الغلاء وقلة المازوت والأسمدة غلاء البزار البطاطا وصلنا انه زرعنا بس هالكمية. نحن نأمل انه يكون في دعم اكثر من هيك للفلاح.